اليوم رانا افتتحنا هذا السوق 15 يوم قبل رمضان باش يكون المواطن في اريحيه في اقتناء حاجياته. اليوم هذا السوق راه يوفر مجموعه من المنتجات باسعار جد جد معقوله ومخفضه، فيها اسعار مطبقه في اطار من المنتج او المصنع الى المستهلك، وفيها اسعار اللي خفضوا فيها الى اقل من سعر التكلفه، لانه كاين بعض المتعاملين اللي عندهم الحس التضامني وقالك احنا في اطار مساهمتنا وباش نوفروا هذه المنتجات الكثير من الفئات الهشه اللي القدره تاعها ضعيفه يقدروا يقتنوها باريحيه. رانا شفنا مع بعض الاسعار اللي راهم مطبقينها ونسبه التخفيض اللي حكيت حتى 30 40%.